اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا لابداء ارائكم بشان ما راح نعرض، او اذا عندكم مواضيع ثانيه للمشاركه بالبرنامج عندكم رقمين للاتصال من داخل العراق من زاخ وحتى الفاو، تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات البرنامج، عندكم رقمين بالاسفل للاخوه العراقيين اللي ساكنين دول المهجر وايضا الاشقاء العرب من الخليج العربي وحتى المحيط وباقي دول العالم اللي يشاهدونا بهاي اللحظه. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقه اليوم بقضيه ثوره تشرين. ثورة تشرين اليوم دا تتواصل التحشيدات ببغداد والمحافظات استعدادا لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة اللي طالبت بإسقاط النظام، نظام المحاصصة الطائفية ومحاسبة قتلة العراقيين وسراق المال العام. وبنفس المطالب اللي رفعت عام 2019 تأتي الذكرى الثالثة متزامنة مع صراع الأحزاب على السلطة وتقاسم المناصب، وتبقى قضية تقاسم المناصب هي الهم الأول والأخير إلى السياسيين بالعراق. عندنا اليوم مثلا بواسط نظم متظاهرون الكوت أو متظاهرو الكوت عفوا مسيرة جوالة بالسيارات والدراجات النارية للتحشيد للثورة والتظاهرات الكبرى اللي من المفترض أن تنطلق ببغداد وسط هتافات منددة للأحزاب. نطلع من واسط نروح إلى العاصمة العراقية بغداد. أفاد مصدر أني أن قوات الأمن الحكومية نصبت كتل إسمنتية على مدخل نفق الزيتون باتجاه المنطقة الخضراء تمهيدا لإغلاق المنطقة، وأضاف المصدر أن السلطات الأمنية باشرت بوضع هاي الحواجز عند مدخل منطقة الحارثية القريب من ساحة النسور حتى يغلقوها هي أيضا. وتداول ناشطون بالتزامن مع ذلك صور جديدة لجسر الجمهورية وراء استئناف نصب البوابات الحديدية عليه، وراء أيام من قرار مصطفى الكاظمي بإيقاف نصب تلك البوابات في تخبط واضح للقيادات الأمنية. النسور هاي الحارثية. نبقى بالعاصمة العراقية بغداد، وأفادت مصادر صحفية أن القوات الأمنية انتشرت بشكل كثيف جدا بعدد من مناطق الكرادة بالعاصمة خاصة القريبة من ساحة التحرير، وشنت عملية بحث دهم وتفتيش. مصادر أكدت اقتحام قوة حكومية لمنزل النائبة السابقة شروق العبايتشي بمنطقة الكرادة بسبب تضامنها مع تظاهرات ثورة تشرين، ومصادرة ما بالمنزل من صور لشهداء الثورة ولافتات ومنشورات جهزت حتى ترفع غدا من قبل عدد من الناشطين بالوقت اللي تغض به القوات الحكومية الطرف عن الميليشيات اللي تجوب الشوارع بالأسلحة. ويبدو أن صور الشهداء أخطر على النظام الحاكم من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة للميليشيات.
للأسف قبل شوية عرفنا بأن قوة أمنية رايحة مداهمة منزل السيدة شروق العبايتشي ومقر الحركة المدنية ومتعدي عليها بالضرب وسرقة ممتلكات. والله ليش شايلة شعار مع الواحد عشرة والتظاهرات؟ من ايش وقت يا قائد عمليات الغفلة اللي داز للسيدة شروق العبايتشي قوة تضربها وتهينها وتسرق ممتلكاتها؟ داز لها انت عصابة جنابك؟ زين انت يا قائد عمليات الفشل، لما كانت القوات المسلحة المسلحين يتجولون ببغداد دورك وين؟ ليش طبيت بالقمقم ونمت؟ وين ليش ما طلعت لما صارت معركة بالخضراء قدامت بها العالم؟ انت كنت ما موجود وملغي. ليش قادر على مرأة مثل شروق العبايتشي؟ ليش قادر على المدنيين والعزل؟ وبهيك انت رجال، انت مو رجال في نظرنا لما تعتدي على النساء. الناس لما شافت اللي صاير بالعراق في أواسط وفي بغداد وشافت هاي الفيديوهات علقت على وسم هو العدلين راجعين. محمد العراقي على منصة تويتر: عندما تقود الأحزاب الفاسدة التابعة إلى إيران الشعب العراقي إلى الخراب بشتى الوسائل والإمكانات، يصبح عصيان كل فرد من أفراد الشعب حقا من حقوقه، بل واجبا وطنيا. سنسقط حكومتكم القذرة التي تدار من خلف الحدود، هاشتاغ العدلين راجعين. أما نذير العطار: هاشتاغ العدلين راجعين، غدا موعد الثائرين، غدا نجدد العهد للشهداء، لو أزهقتكم آخر قطرة دم في عروقنا سنبقى ننادي بالروح بالدم نفديك يا عراق. أما البدوي يقول: بعد 3 سنوات من ثورة تشرين لم يتحقق شيء من التغيير والقضاء على الفساد بسبب النظام البرلماني المبني على المحاصصة لصالح أحزاب فاسدة تدعي تمثيلها للمكونات. سنقول لا لأحزاب المحاصصة، لا للتبعية، لا للفساد، هاشتاغ العدلين راجعين. حنين قالت: ستكسر قضبان التخلف والعبودية والإجرام يوما ما، وسترجع حرا يا بلدي، وسيبقى العراق للعراقيين، هاشتاغ العدلين راجعين. كان هذا جزء أو عدد من التعليقات أو التغريدات حول هذا الهاشتاغ بعد اللي صار في العاصمة العراقية بغداد وباقي المحافظات العراقية في استعداد الناس لثورة تشرين أو الذكرى الثالثة للثورة. أبو سمية من الأنبار، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الكريم، أردت أن أعلق. نعم. أهلنا في كردستان. نعم. وأعلق على موقف الحكومة المخزي. نعم. حكومتنا تتعامل مع الجرائم ومع الضحايا بازدواجية وبانتقائية. إذا قتل أفراد في بلد معين أو في منطقة معينة، تقوم الدنيا التي قامت قيامتها في البرلمان العراقي عندما حورب المشاغبون في البحر أثري وكسلمان الجميلي الذين اعترضوا ونددوا على قتل أفراد في بلد آخر. وهذه الدعوات إنما مغرضة وهي انتقائية. طيب، والآن أهلكم في كردستان الذين هم من بلدكم، أين صوتكم؟ يا سيدي الكريم، أنا ألاحظ للأسف أن إسرائيل عندها تقدير للأرواح البشرية أكثر من حكومتنا، والدليل أنها سبلت الأسيرة اليهودي الإسرائيلي جلعاد شاليط من قطاع غزة مقابل 1000 معتقلا فلسطيني، لأنها تحرص على أرواح شعبها. أما هؤلاء فلا يحرصون ولا يصلحون لقيادة البلد ولا يصلحون لقيادة مدينة واحدة. شكرا لك أبو سمية. أبو عمر من الناصرية، حياك الله يا أبو عمر. السلام عليكم عمي. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. أبن شلونك عمي؟ شلون صحتك؟ هلا بيك. شلونك انت؟ انا اشكر دائما قناه الراشدين، دائما سباقه بالحدث، اشكر كادرك كله والله. حياك الله، واجبنا. شلون صحتك عمي؟ هلا بيك عمي، هلا. طبعا عمي اسال، طبعا بالنسبه شنو ابو عمر؟ طبعا بالنسبة هاي الحكومة، نعم، هاي مو حكومة، هاي حكومة عصابة، نعم، هاي اجت
اجت على مود يعني مكاسبها النفس يعني دمروا العراق لحد الان. يعني لحد الان ايران جاي تخصف الشمال العراق. نعم. لا حد استنكر، ما حد استنكر من عندهم، ما حد يعني ما حد اي واحد استنكر من عندهم من هاي الميليشيات. يعني ما حد استنكر يعني شيء يعني هسه لو صار بغير دوله، هاي لو صار بغير دوله لا كان القيامه انقلبت عليهم. نعم. يعني حتى السفير الاردني وقف العلاقات، لقطع علاقات يا حبيبي. يعني احنا يعني هذا يعني مشكله يا عمي، والله ذولا الله ينتقم منهم، مشكله ذولا. نعم. يعني ذولا ميليشيات هاي مشكله، يعني لا حكومه ميليشيات، ذولا ناس سراقه. الماي يبس، فلوس الزراعه راحت، فلوس الصناعه راحت. نعم. يا لولا والشعب جاي يعاني من الجوع عمي افعل، الشعب جاي جوعان، الشعب جوعان يعني يوم جاي زيد محلات الشعب، والله العظيم دوم يعني ماكو حق. يعني مشكلة دول يعني ما شنو من يعني من ميليشيات هاي ما أدري. يعني هاي دول أجندة لإيران، أجندة لإسرائيل، أجندة لأمريكا، أجندة لتركيا. يعني ما يتهسعان. بالنسبة طبعا بالنسبة أنا والله العظيم يعني اقول على العشائر، مع الاسف هاي عشائر العراق، هاي العموم، هاي العشائر يعني طلعوا استنكروا، انتم عراقيين. نعم. عمد ما طلعنا عراقيين، يعني ايران كلتنا من هالفج هالفج هذا. نعم. يعني ما خلت علينا ايران، لا خلت علينا زراعه، لا خلت صناعه، دارتنا دهر. يعني الخريجي فعلا بعربانه، الخريجي بطماطه. يعني وين توصل المواصل هاي بعد؟ وين توصل تردون؟ نعم. وين توصل عن نفل؟ وين؟ نعم. شكرا لك ابو عمر. سالم من النجف، حياك الله يا سالم. السلام عليكم اخوي. عليكم السلام والرحمه. اخوي هذه مو حكومات، هذه هي عصابات مجرمه، الله وكيلهم هي والميليشيا والجماعه. نعم. سالم؟ انقطع الاتصال يا اخ سالم. بعدك وياي؟ نعم اخوي معك. ايه تفضل اخوي تفضل، عبالي انقطع الاتصال اعتذر. اخوي هذه جماعات ارهابيه والمافيات المواليه لها، اخوي هذه تدعمها تلك الحكومات الطائفيه بالمال والسلاح وكل ما تملك. نعم. صدقنا هاي مو حكومات، هاي مافيات الموجودة هنا داخل البلد، مافيات الله بدعتك بجسورهم ببرلمانهم، يعني ما يمثل إلا هذه المافيات. هذه شوف اليوم أجهزة القمعية تابع لهذه المافيات تعتدي وتسرق وتنهب من أموال العالم وتستبيح دماء العالم بدون حد بدون سبب. نعم. من قبل أجهزة القمعية التابعة لهذه المافيات الضعيفة الجبانة ما قادر تستطيع حتى الدفاع عن العراق. نعم. من قبل العدوان الإيراني والعدوان التركي. نعم. هذه تولت العراق، تولت الشعب العراقي ظلما وعدوانا، بس إن شاء الله ما حد يتخلى ولا أحد أن يخيف من كل أبناء العراق خاصة الخير من هذه المافيات الضعيفة الجبانة هي. نعم. والميليشيات الحقيرة لا قيمة لها لا بالله. شكرا عليكم السلام ورحمة الله. بملفنا الثاني مشاهدينا نتابع به تبعات القصف الإيراني على أربيل. رفض أهل النجف القصف الإيراني على أربيل ومحافظات أدى بالبلاد، وأكدوا أنهم واقفين ويا أخوانهم في محافظة أربيل ويستنكرون هذا القصف، واستمرار هذا القصف هو استمرار لانتهاك سيادة العراق. مقطع مصور أظهر حرق مجموعة من أهل النجف للعلم الإيراني قرب مجسر العشرين بالنجف، وردا على القصف الإيراني وسط ترديد هتافات ضد قاسم سليماني والنظام في طهران. هالأثناء أعلنت إدارة قضاء كويسنج قرب محافظة أربيل حدوث عمليات نزوح لأهالي بعض القرى في القضاء من منطقة القصف الإيراني.
قائم مقام قضاء كويسنجق طارق حيدر قال أنه أكثر من 600 أسرة نزحت إلى مركز القضاء وهم يعانون من أوضاع إنسانية صعبة جدا، علما أنه حركة النزوح هاي تزامنت ويا القصف المدفعي على مناطق تابعة لأربيل لليوم السابع على التوالي. هالأثناء بث الحرس الثوري الإيراني صور لعمليات القصف على أربيل تضمنت إطلاق العديد من الصواريخ والطائرات الانتحارية، علما أنه هاي العملية سماها الحرس الثوري اسم رسول الله، لذلك أججت هاي التسمية المزيد من مشاعر الغضب في نفوس العراقيين اللي عدوا هاي الشغلة أو هاي المحاولة محاولة رخيصة لإضفاء صبغة دينية على الهجوم. خلونا نشوف الصور اللي بثتها وسائل الإعلام الإيرانية. شفنا اللي بثوا الإيرانيين، خلونا نشوف نشاطات قواتنا المسلحة البطلة اللي من المفترض هسه داخلين إنذار ومستعدين للدفاع عن سماء وأرض الوطن، لكن صمت الوزارات الأمنية العراقية الدفاع والداخلية خلى الناس تستغرب. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهاي الأثناء صورة أو صور لتكليف طائرات حربية عراقية من نوع F-16 لتقديم الحماية لطائرة شحن عسكرية تولت مهمة نقل شباك جديد من العراق إلى مرقد ديني بسوريا، وصب المدونون جام غضبهم على الحكومة ورغم أن شغلت قواتها بمثل هاي الأمور في وقت تستباح به سيادة البلاد اللي تركت عرضة لاعتداءات الإيرانيين. مثل ما تشاهدون الصورة هي صورة إلى طائرة عسكرية لنقل أي طائرة C-130 هيركوليس ومجموعة من طائرات F-16 العراقية ناقلين مثل ما يقول الخبر شباك إلى مرقد ديني في سوريا، والطائرات العسكرية F-16 دا تحمي هاي الطيارة اللي دا تنقل شباك من العراق إلى مرقد ديني في سوريا، علما أنه العراق بحاجة إلى هاي الطائرات اللي دا تحمي طائرة C-130 هيركوليس أن توقف الهجوم الإيراني أو تدافع عن أرض الوطن. بهالأثناء هاي توفى الطفل وانيار حتى يلتحق بوالدته اللي قضت جراء إصابتها بصواريخ عمليات رسول الله مثل ما سمتها جارة سوء ومرشدها للنيل من العراق وللهروب من مشاكلهم الداخلية عبر تصدير الأزمات نحو الخارج مثل ما يقول مراقبين. حاز خبر وفاة الطفل على تعاطف العراقيين بعد أن قرر الأطباء نزع الأجهزة عنه لموته دماغياً واستمرار عمل قلبه فقط. الناس ورا ما شافت هاي الفيديوهات وهاي الأمور علقت على وسم إيران دولة إرهابية، وجبنا لكم بعض التغريدات من منصة تويتر. أول تغريدة من رغد الحيالي تقول هذا الطفل هو الإرهابي اللي نجحت إيران بقصف الأماكن المتواجدين بها في كردستان العراق، وبكل عين صلفة لا خجل ولا ذمة ولا ضمير يظهر لنا ذيل وتابع يقول بأنه إيران استهدفت أماكن تواجد إرهابيين. والله لا يوجد إرهاب أكثر من إرهابكم وتبريركم لإرهاب إيران، هاشتاغ إيران دولة إرهابية. أما شهد تقول الدولة اللي تحتل دول وتدمرها وتقتل المدنيين وتنشر الجهل والتخلف مو بس إرهابية إنما تعدت الإرهاب، هاشتاغ إيران دولة إرهابية. وأزهر يقول إيران أساس الإرهاب وأساس زعزعة الاستقرار في المنطقة، هاشتاغ إيران دولة إرهابية. وسجاد طارق يقول هاشتاغ إيران دولة إرهابية، جارة البؤس والسوء، جارة الظلم والجوع، جارة الدم والتجارة بأرواح الأبرياء. كان هاي تعليقات الناس حول ما يحصل في
محافظة أربيل من قصف إيراني إلى القرى في قضاء كويسنجوق والمناطق المحيطة بها، وأدى إلى وفاة طفل ملتحق بوالدته نتيجة إصابتهم بصاروخ. مشاهدينا الكرام، إذا نطلع أبو عبد الله من أربيل، حياك الله يا أبو عبد الله. حياك الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله من صلاح الدين، أعتذر منك أخوي، تفضل. شو حبيبي، شلونك سادي؟ هلا بيك يا الغالي. هاي العملية سماها الحرس، الحرس الثوري. رسول الله، رسول الله بريء من عندهم، مثل ما جابوا الناس دايحة سموها دولة إسلامية. الدولة الإسلامية هم تقودها إيران. هاي تخطيط إسرائيلي أمريكي يريد يكرهون الإسلام بالإسلام. نعم. ناس دايحة، ناس 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 لقيطة لقيطة. يعني هو يضرب هسه وعيشين لشباك ودي السوريا مع المرقد الديني، على رأس المرقد الديني كان ما يكون. بس أنت شعبك بالعراق عين قتل وعين ذبح، وأنت والله راح تودي لي شباك لسوريا. يعني شنو هالغيرة هاي؟ وتطلع قبل فترة على غير قناة نعم الناس في البرلمان ميشن حليمة ما اسمها، وجه الأطفال، وتحكي ما بتحكي عن النظام السابق. استعوف النظام السابق يا أخي بطف. نعم. هسه العسل شنو؟ العسل هسه شنو؟ يلا خلي يطلع واحد. بس هسه هذا العمل أفطار مسعود ما يقدر يفك حلقه، ومسرور ما يقدر يفك حلقه، بس هذا الوضع عراد لابو عدي. يحملون كلهم ذيول، كلهم ناس مرتزقه، ناس دايحه، يدوسون على الشعب في سبيل يعيشون هم، ويسوون املاك برا وخارج. وليمتى هذا الوضع؟ نعم. واشكرك اخي، رحم الله والديك. حياك الله اخوي العزيز، شكرا. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، قضية الصراعات الميليشياوية بالعراق ما تنتهي، بحيث شهدت محافظة البصرة تدهور أمني ملحوظ في الساعات الأخيرة بسبب انتشار الميليشيات هناك، الميليشيات الإطارية والتيارية كما يصفها أهل المدينة، واستعرضت سلاحها بالشوارع، وظهرت مقاطع مصورة نشوب شجار بين ميليشيا العصائب قرب الجسر الإيطالي بالمدينة خلال استعراضهم بالسلاح، وهي دورية للجيش الحكومي حاولت هاي الدورية تمنعهم. نبقى بالبصرة وبنفس السياق، كشفت مصادر محلية أن ميليشيا السرايا هي الثانية التابعة لمقتدى الصدر هم نشرت عناصرها بالبصرة، وشهد انتشار عجلات لميليشيات السرايا بالجنينة وجسر المحاكم ومناطق أخرى من المحافظة، وهي شايلة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. بهالأثناء هاي دعا مواطنون لوقف هاي التصرفات والتجاوزات اللي تأثر على السلم بالمدينة. خلونا نشوف. خاف الجماعة طلعوا البارحة هنا بالتنومة، الحس التخريبي خاف طلع هنا. بكل بلدان العالم لما يصير خرق اكو قوه او قوله لقوات الامن، الا بالعراق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل اتصال هاتفي سواه مواطن ويا
طوارئ شرطة البصرة. لما شاف ارتال الميليشيات وهي تفتر بشوارع المدينة طلب تدخل قوات الطوارئ. رد عليه الضابط من مديرية الشرطة انه هذول نعرفهم وماكو داعي للقلق، وقال له المواطن ارجع لبيتك. خلونا نسمع الاتصال. الو، حياك الله طوارئ الشرطة. السلام عليكم. عيني سلام عليك حبيبي. اكو مسلحين ترسوا البصرة. ترس شنو الموضوع حبيبي؟ حبيبي لو شرعي السلام يا ابو عبد روح عدنا حل فيهم. يعني شلون قواذف وهذا والاهالي تروعت شنو يعني؟ شو اسوي لهم يعني؟ ما ادري شو اسوي لهم يا بابا. هسه قياده الشرطه ومدري شو، والله ما اعرف يعني. ما ادري شو اسوي قياده الشرطه يعني، تقول لهم روحوا اغروا. بس انا بالتقاطع يعني شفت سلاح حتى بالافلام ما شايفه. اخوي انت لك اطلع بسيارتك وروح لك ما شوف. يعني حصارت بالتقاطع انا شو اطلع بسيارتي معاك. شنو حصارت؟ حصروك شنو حصارت؟ بالقران هذا مرار سد الشارع بس ما نشوف. يا هو هسه تقاطع الطويسه سد الشارع بس السيد مالهم ماشي. سد الشارع؟ اي مو بس السيد مالهم ماشي يا حبيبي. اي طلع المجال هسه يمشون هسه يروحون. الناس لما سمعت هذا الاتصال وهذا التسجيل الصوتي ردت وغردت وعلقت على مواقع التواصل الاجتماعي وتهكمت على الضابط. فجبنا لكم بعض التعليقات من منصه فيسبوك. هن جمال تقول شر البليه ما يضحك، يقول له عدنا علم بيهم والامور طيبه، انت بس ارجع للبيت. اما مهند الصريف يقول المفروض يتصل بمكتب التيار يقول لهم شفت شرطه بالشارع. عصام العبيد يقول المفروض قائد الشرطه يطلع يوزع مي وشاي ويشوفهم خاف محتاجين شيء. ومحمد الجبوري ضاحك يقول والله مهزله، اكثر من يستهلك ميزانيه الدوله هم الداخليه والدفاع، رواتبهم ملايين او بالملايين. فانتوا سمعتوا المتصل شلون يحكي ويا او ابو الشرطه شلون يحكي ويا المتصل، وسمعتوا شنو رده له. ابو احمد من نربيل ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يوفقكم ان شاء الله، يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله. حياك الله. احنا اذا ما كنا قريب. نعم. إذا ما كان نبقى هيك احنا. نعم. وفقكم ان شاء الله، يعطيكم الصحة والعافية ان شاء الله. احنا هذا الشعب الدم. نعم. يعني اكو دولة ما بيها سياسة، الله ما يقبلها، محمد ما يقبلها، هذي يجي يصقع بينا، شنو يعني؟ ليش؟ نعم. يعني حكومة ماكو، حكومة كلهم مأجرين للدول. نعم. وكلهم ذيول، 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 ذيول. كلهم جوالات دبابات، دولة لو. لا سنة ولا شيعة، هذول مو عراقيين، شاهد الله. نعم. يعني ما يصير تشوفونا شيخ. يا إلهي يا ربي، الله يوفقكم إن شاء الله. يعني حرامات يحكمونا، والله عيب، والله عيب، والله عيب. وما وقت ناس حلوة إن شاء الله، والله يوفقكم ويعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله، ويديمكم علينا إن شاء الله، والله ينصركم. حياك الله، حياك الله. شكرا شكرا لك أبو أحمد. مثل ما تعرفون مشاهدينا الكرام، يعاني القطاع الصحي بالعراق انهيار كبير جدا. واحد من أهداف ثورة تشرين اللي نعيش ذكراها الثالثة كان وما زال هو تحسين الخدمات بهذا القطاع الحيوي اللي يمس حياة المواطنين. واستعرضنا لكم خلال هذا الأسبوع بحلقات صوتكم الكثير والكثير من الفيديوهات من محافظة القادسية أو من محافظة المثنى اللي تبين التدهور اللي حاصل بهذا القطاع. ويبدو أنه الأمر بميسان ما يختلف شيء عنهن. اللي عندنا هسه مريض بسبب الفساد وقلة الخدمات وانعدام التجهيزات بالمستشفى راح بس ماخذ وياه مبردة حتى يخفف من وطأة درجات الحرارة في ظل تعطل منظومة التكييف في مستشفى الصدر بالعمارة كما أكد شهود عيان. هذا المريض جايبين له مبرد من مستشفى الصدر. شوف الفساد وين وصل فيها. الله يفتكم عليكم بجاه محمد وآل محمد. هذا مستشفى الصدر. ايه هذا مستشفى الصدر.
زي مستشفى الصدر بالعمارة. مريض جاب مبردين. كهرباء ماكو. الله يتقم عليكم جاء محمد وآل محمد. مثل ما يشوفون الحال بعد المستشفيات، يعني مريض يروح بدل ما يفكر المريض شلون راح يتعالج، بدل ما يفكر المريض انه شنو الحاله اللي راح تصير وياه، شنو العلاج اللي راح يعطوه وياه، منو الدكتور راح يتعامل وياه. لا، المريض اليوم لما يريد يروح مستشفى لازم يفكر شلون يبرد الغرفه اللي هو نايم بيها، وشلون يكون السديه اللي نايم عليها نظيفه، وشلون تكون الحاله هناك هاي اذا ما جاب الدواء وجابه وياه من خارج المستشفى، لان يعني ماكو علاج مثل ما بينت بعض الفيديوهات. مشاهدينا الكرام، الناس لما شافت هذا الفيديو علقت من فيسبوك، جبنا لكم التعليقات التالية. ثناء حسون تقول إذا كهرباء ماكو شلون يشغلها، المفروض يجيب بعد ويا مولدة. سهيل أبو أثير بعد وبعد ادخل إلا صاحي تطلع مريض، تدخل مريض تموت. أبو أسامة يقول كاظم يريدون يفشلون الحكومة، دزوا له صورة وقولوا له هذه نجاحات الحكومة. ماهر أفندي يقول ليش مسمينا مستشفى الصدر وهو ما به خدمات؟ ده يسأل الأخ ماهر، يقول ليش مسميها باي التسمية. إذا مشاهدينا الكرام، مواضعنا الأربعة استعدادات ثوار تشرين للذكرى الثالثة للثورة غدا، وأيضا مداهمة القوات الأمنية لبعض المنازل في الكرادة ومصادرة الصور الشهداء واللافتات اللي انكتبت هناك، تداعيات القصف في أربيل مثل ما بينا لكم لليوم السابع على التوالي، ونزوح بعض العوائل من قضاء كويسنجق، ووفاة الطفل الصغير الذي تشاهدوا أمامكم، والتحاق بوالدته بعد إصابتهم بالقصف الإيراني. ملفنا الثالث هو صراع الميليشيات وانتشار جماعة الإطار من جهة وجماعة التيار من جهة، وقوات طوارئ الشرطة شلون حكت ويا الناس والمواطن وتقول له نعرفهم احنا وليش انتم ضايجين وما اعرف شنو ورجعوا لبيتكم. والملف الرابع اللي هو تدهور الواقع الصحي بالعراق، ومريض يروح الى مستشفى ياخذ ويا مبردة. ابو علي من سامر، حياك الله يا ابو علي. الله يسلمك اخوي، شلونك حيلي؟ هذا بيك يا الغالي. الله يسلمك. بعد عمري على الموضوع العراق، هو العراق يا ابو هدى هو كل الوضع، هي كل الدول كل الدول متامرة، العراق ما حد يحبها، ايران كلها. هو دخل يجينا واحد ابن وادم ها ويلزم البلد هذا، يجي عليه يجيب زمان ما يخلوه. الموضوع واقع بهذا الشعب المسكين، والشعب هذا المسكين هو قاعد يجي. بس هذا احنا وش نقول؟ الله يستر علينا ويستر على امه محمد ويستر على العراق، هو بلد كله بس ما حد يحبنا. نعم. ومن يحبنا احنا العراقيين؟ على بد حازينا على خيرنا، نفطي صناعي عزينا والله كل الدنيا تتبع على خيرنا. هذا شوف حتى بس هذا ابو تركي المايات قلل علينا. انا الحاكي كوني فلاح، انا هم عندي زراعه وعندي. اذا هذا قللها ابو ايران سدها عليك فدنوب قفله للكاك. قبل اربع ايام 120 حتى المويه زراعين مال حنطه احنا. نعم. إيه احنا هو بلدها الله، الله سبحانه وتعالى هو الله مبارك بيه، بس ما حد ما قاعد احد يجي علينا ابن وادي ملزمنا. يعني احنا هسه اذا جينا واحد الله يرحمه شيخ زايد قال لهم، قال لهم هلا الاجانب نص النفط لكم روح شوفه، كانوا يحسدونا على خيرنا قبل، على خيرنا يجون هم يحسدونا. كان في عاد والله بزعه حد. نعم. نطلب من الله سبحانه وتعالى، بس الله سبحانه وتعالى هاي الشغلات المظاهرات تصب سلميه ولا سير بيها، هم يجون مدسين علينا وسير قاتل ومقتلهم بعد ما يدخل. نعم نعم. والله كريم ان شاء الله. الله كريم. شكرا شكرا لك ابو علي. ابو عمر من بغداد حياك الله. ان شاء الله ميت هلا، شرفنا بالمهلي. اي ان شاء الله. أسمعك أبو عمر. أسمعك أبو عمر. إن شاء الله مية هلا، شرفنا إن شاء الله. حياك الله أخويا، تفضل تفضل. إن شاء الله.
ابو عمر وياي؟ اي شكرا شكرا لك ابو عمر. ابو عمر هاي الحلقه الثانيه يبدو انه اكو مشكله يمك بالاتصال او بالجهاز، الكلام دا يتردد او يجوز بالشركه نفسها، لانه احنا حكينا عن فساد الاتصالات وقلنا انه الناس دا تدفع وما دا تحصل خدمه تستاهل او خدمه حقيقيه للاموال اللي هم دا يدفعوها. شكرا لك ابو عمر، واذا تصلحت المشكله يمك اتمنى ترجع لنا مره ثانيه في الموضوع اللي تريد تتكلم عنه. العراقيين مثل ما تعرفون مشاهدينا الكرام يحيون، أو العراقيون يحيون الذكرى الثالثة لثورة تشرين، والأمل يتجدد بنفوسهم بانطلاقة جديدة إلها. ووفاء لتضحيات الشهداء والجرحى والمغيبين تأتي الذكرى الثالثة للثورة في وقت تستمر به الأزمة السياسية ويتعاظم حجم الفساد اللي ينخر الدولة ومؤسساتها، فضلا عن المشاكل الكثيرة اللي صايرة بالعراق، خصوصا هيمنة الميليشيات المطلقة على المشهد، خاصة الميليشيات الولائية منها. خلونا نستعرض سوية صفحات من تاريخ هاي الثورة واستعدادات الثوار بالإنفوغرافيك اللي أنتجه قسم التواصل الاجتماعي قناة الرافدين. هذا جزء من صفحات ثورة تشرين. عندنا اتصال أبو محمد من الموصل، حياك الله يا أبو محمد. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. ألو تفضل. أنا بس عقب على قبلك يعني على مود الماء، ما يقول تركيا قطعت المي علينا. نعم. يعني إيران الوفد حتى الهواء تقطعوا علينا على العراقيين. نعم. يعني الباحث الاقليم الاطفال والمدارس ما حد قدر يحكي، وقبل ايام يقولون تركيا ضربت المنطقه السياحيه في اقليم كردستان. نعم. هو من ضرب ثوري ايراني؟ من ضرب غير ايران ضربته؟ نعم. يعني قال تركيا قطعوا الميه، قال تركيا قطعوا الميه، ليش قطعوا الميه؟ ايران قطعت الانهر كلها عن 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 جنوب العراق. نعم. اريد واحد من السياسيين اشوف من ضرب الصواريخ ضربوا هذا الهوانات اللي قاعد في اقليم كردستان، قامت الدنيا ولا نعم يحكون 70 صاروخ مدري غام سياره من اي كان. نعم. لحد الان ما حد ندد ولا حد حكي ولا حد قال صاروخ على هذول الاطفال، اريد واحد يحكي، واحد بس واحد يحكي يطلع على نعم. ما يقدرون لان سيادهم ما يقبلون، اذا حكوا سيادهم ما يقبلون. سيادهم ما يقبلون. نعم.
احنا نشكركم قناة الرافدين. لا شكرا على هاي على هاي المبادرة، انتم قناة شريفة. حياك الله اخوي عزيز، حياك الله، شكرا شكرا لك محمد. مثل ما شفتوا بالأوفوغرافيك اللي موجود ويانا قبل شوية، كان أكو شعار لثوار تشرين: لا مقتدى ولا هادي، حرة تظل بلادي. هذا الوسم تصدر قائمة الأعلى تداولا في ترند تويتر بالعراق في اليوم، فاختارينا لكم جزء من هذا التغريدات تعبيرا عن رفض تشرين لما يعرف بشيخ الإطار هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على حد سواء. والوسم مشتق من هتاف شهير رددته حناجر الثوار ابان ثورة تشرين اللي نعيش ذكرها الثالثة بهاي الأيام. خلونا نستعرض سويا عدد من هاي التغريدات. أول تغريدة ويانا أحمد يقول: لا مقتدى ولا هادي، حرة تظل بلادي. لا يمكن أن ينصلح وضع العراق ويصبح للعراقيين أمل في حياة كريمة ومستقبل واعد إلا إذا أزاح كل حزب أو حركة أو تيار شارك في العملية السياسية الكارثية بعد 2003. أما دكتور نصير العسكري يقول: سياسيو الشيعة بتيارهم وإطارهم باعونا وباقونا، ناس مرتزقة كل همهم مصالحهم، ومستعدين يتعاملون ويا العميل والإرهابي والفاسد إذا يفيدهم، ومستعدين يسوون المرجع نفسه عميل وفاسد إذا خالفهم. هاي الحقيقة يجب أن لا تغيب عن عقولنا عندما نستمع أو نقرأ أي بيان هاشتاغ لا مقتدى ولا هادي، حرة تظل بلادي. غدا قولا واحدا وقلبا واحدا: كلا كلا مقتدى هادي إطار كاظمي، وكلا كلا منتفعي التظاهرات. هتافنا ضد الأحزاب الفاشلة والميليشيات بكل أنواعها. كابوس تشرين قادم على الفاسدين والمنتفعين. هاشتاغ لا مقتدى ولا هادي، حرة تظل بلادي. لو كان مثل هذا الجيش من المندسين والجواسيس الذين دسهم مقتدى وإيران في ثورة تشرين، لو أرسلوا مثلهم إلى إسرائيل لاختفت من الوجود من سنتين. هاشتاغ لا مقتدى ولا هادي، حرة تظل بلادي. إذا هذا جزء من التغريدات اللي اختارناها لكم اليوم. مواضيعنا بالترتيب: أول موضوع هو تجهيزات ثوار تشرين للذكرى الثالثة لثورة تشرين، ومداهمة القوات الأمنية لمنزل نائبة ولبعض المدونين والناشطين ومصادرتهم للصور واللافتات. عندنا اتصال محمد من أمريكا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم، أحيي قناة الرافدين البطلة. حياك الله يا غالي. يروحون على سليمانية الشمال يضربون العجم الفرس المجوس، يروح مقتدى ياخذ جماعته ويروح الميليشيات الحشد يروحون، شنو ذنب الطفل الكتلو الله يرحمه؟ شنو ذنبه؟ والله العظيم اتمنى من الله موجود ابو هدله، والله العظيم اللي يحرقه حرق ايران كفيلك الله. عم نقول كلهم مدارين ايران، لا مقتدى ولا شيء. عم نقول كفيلك الله تاجرهم دم الشعب من 2003 لحد الان، هو مقتدى وربعه سووا كفيلك الله. هم دمروا العراق، هم هجموا هم قالوا الحشد الايراني الوسخ هذا سوى السيستاني الفاشل قاعد كربلاء والنجف، عم دمروا البلد سووا. ان شاء الله ان شاء الله ثورة تشرين تنتصر عليهم وعون الله سيدنا محمد، وقال العجم الفرس المجوس ان شاء الله حينقضون عليهم. هسه الايرانيين عندنا هنا بامريكا طالعين مظاهرات ضد الحكم مالهم البلالي بايران، يعني يم يم بيت الابيض الامريكي طالعين، عندنا هنا الايرانيين ضد ايران طالعين ضد فرس المجوس. هل يستحون هذا الكاظم يستحي على نفسه؟ العالم جاي تتكتل هو قاعد قال يعني ذاك يوم هذا السفير الايراني الفاشل حاط رجل على رجل ويحكي قاسم المجرم، يحكي على قاسم المجرم هذا السافر حيشاك الدسر. قالت والله العظيم والله العظيم قال اللي يحكمون العراق كلهم احترامات للقنوات واحترامات لك. شكرا دلوقتي. شكرا لك اخ محمد. ناصر من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلون اخوي شلون صحتك؟ بس نصيلي التلفزيون حتى الصوت مالتك يصير اوضح. ماشي ماشي. اي عيني تفضل. شلون صحتك؟ هلا بيك يا الغالي. طب طب طب, طب سيد ابو غاش. نعم. يعني ملينا بالقران وكل شيء بيسوون. نعم. جماعه تشتري كل شيء بيسوون باش، يعني باش راح يعتبر يضربون معرض. زين وبس ينجح باش مظاهرات. كل شيء ماكو. واحنا ملينا. إذا يريد هو يسوي خلوا حد الأربعين والثمانية خطيهم يضطيهم ويمديهم لبرياء يوم يطرح أطفالي شو ذا البوب ذولة. أنا أشكرك يا حبيبي أشكرك. شكرا شكرا لك أخ ناصر. إذا مشاهدينا الكرام،
ملفنا الثاني اللي كان موجود ويانا اللي هو قصف أربيل وقضاء كويسنجق ونزوح الأهالي من هناك ووفاة الطفل. ملفنا الثالث انتشار الميليشيات الإطار والسرايا في محافظة البصرة وطريقة كلام شرطة الطوارئ ويا أحد المواطنين. ملفنا الرابع اللي هو تدهور الواقع الصحي بالعراق ومريض يأخذ ويا مبردة حتى يطب يتعالج هناك لأنه التكييف اللي موجود داخل المستشفى عاطل. سؤال اللي ينطرح هنا باكر الذكرى الثالثة لثورة تشرين. باكر الناس ده تتوعد انه تكون ثورة عارمة جديدة. باكر اذا بدت ثورة جديدة شو راح تتعامل القوات الامنية ويا هاي الثورة؟ شو راح يكون تعامل الناس ويا القوات الامنية؟ همين راح يصير بها قمع وغيره وغيره وغيره؟ همين راح يصير الحال مثل ما شهدنا بالسنوات الثلاثة المضت؟ لو لا باكر اذا صارت ثورة جديدة واذا الناس تجمعت بساحة التحرير وبالحبوبي وبالنجف وبكربلة وبميسان وبواسط وبالبصرة وبأي مكان من أماكن التظاهر بالعراق شو راح يكون التعامل وياهم؟ هل راح تسمح لهم الحكومة أنه يتظاهرون ويقولون اللي يردوه مثل ما سمحت بدخول المنطقة الخضراء وقصف المنطقة الخضراء و و و و لو راح يكون التعامل غير شكل؟ فإذا صار الأول أنتوا شنو رأيكم؟ وإذا تعاملوا وياهم مثل ما تعاملوا سابقا بقمع وحشي وقتل الناس بصورة وحشية أنتوا شنو رأيكم راح يكون بالموضوع؟ نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.